علشان نتكلم عن اليهود في القدس وفي الأقصى، فما فيش مفر غير إننا لازم نتكلم عن اليهود في تركيا، لأن احنا علشان نتكلم عن وجود اليهود في الأقصى وفي المنطقة وما يحدث من الصراع حاليا، فلازم نتكلم عن العثمانيين والفترة العثمانية تحديدا. السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأفضل حال. علشان نتكلم عن اليهود فلازم ما فيش مفر غير ان احنا نعرف اليهود اللي بيتكلموا عن وجودهم في المنطقة وفي أورشليم او في المقدس، الناس دي دخلت وتسللت ازاي، وهل هم فعلا ليهم اي احقية، وازاي اليهود ساهموا بشكل كبير في تدمير الدولة العثمانية اللي هي كانت سبب اصلا في وجودهم. الاول مش هنرجع بالعصور القديمة جدا لعصر الرومان، ولكن نبتدي مثلا من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل في المقدس والعهدة العمرية، وهي بتنص على ان اليهود والمسيحيين والمسلمين الكل بيتم احترام العقيدة والكل بيعيش سواء. وفعلا بعد اضطهاد اليهود من الرومان والبيزنطيين لفترة طويلة جدا من الزمن، أصبح اليهود في ظل وجود الدولة الأموية كان بيعيش مرتاح جدا فترة اللي كان فيها اليهود في المقدس، ولكن مع وجود الصليبيين ودخول الصليبيين عملوا مذابح كبيرة. الصليبيين يكفي ان اقول لحضرتك ما هو مثبت تاريخيا، ان هم جمعوا مجموعة من اليهود في كنيس يهودي وحرقوهم، بل ان هم تعمدوا اذلال اليهود بشكل غير عادي لما كانوا اخذوا مجموعات كبيرة منهم وكانوا بيبيعوهم بابخس الاثمنة وباقل الاسعار، لدرجة ان هو موجود ومثبت ان 19 يهودي تم بيعوهم بدينار واحد. فضل الوضع كذلك لغاية ان كان اليهود بيهربوا من المقدس علشان يهربوا من ان هم يتم سبيهم، فاصبحت اورشليم بدون وجود اليهود. فضل الحال ده لغاية صلاح الدين الايوبي في عام 1187 ميلادية لما فتح المقدس، ومع صلاح الدين الايوبي كانت نقلة تانية ومختلفة إلى اليهود. كانوا اليهود كلهم راحوا على أوروبا، واللي راح هنا واللي راح هنا، ولكن في الفترة دي بكلم حضرتك في القرن الـ 12 ميلادية ابتدى اليهود يقولوا نرجع تاني ونروح على المقدس، ودي كانت فترة تاريخية إن عندنا بعض اليهود انتقلوا إلى المقدس، لغاية ما جينا عندنا أيضا واتكلمت مع حضراتكم عن فترة اليهود في أسبانيا، فرناندو وإيزابيلا ومحاكم التفتيش اللي اتعملت على المسلمين وأيضا اتعملت على اليهود، بل إنها كمان اتعملت على بعض المسيحيين اللي هم غير كاثوليك. المهم في محاكم التفتيش سبق واتكلمت مع حضراتكم في أكتر من فيديو عن تاريخ اليهود إن هم رحلوا من هناك على بعض الدول زي المغرب زي مصر، وأيضا على بعد كده فترة الدولة العثمانية. دي بقى كانت نقلة تانية جدا. وعلشان نتكلم هنا عن اليهود في الخلافة العثمانية ووجود اليهود في الدولة العثمانية، فلازم إن إحنا نتكلم عن سليمان القانوني وروكسلانا. روكسلانا اللي عليها كلام كتير جدا، روكسلانا اللي نقدر نقول انها روسية من القرم، ناس بيقولوا اوكرانية على اساس ان القرم اوكرانية، لكن طبعا حضراتكم القرم تاريخيا هي كانت روسية، وقبلها اللي كان فيه التتار اللي كانوا موجودين هناك. وبمناسبة التتار ده هو في كلام كتير قوي على ان روكسلانا هل هي كانت مسيحية ارثوذكسية ولا هي يهودية. يعني الكلام المثبت عندنا ان هي مسيحية ارثوذكسية وبعد كده اصبحت مسلمة، خرم سلطان حرم سلطان حرم سلطان اللي انت عايزه، اختار خرم سلطان او حرم سلطان حرم سلطان اي حاجة مش هتفرق، المهم ان روكسلانا كانت حلوة وبجد كانت جميلة وقدرت انها تلعب بعقل سليمان القانوني، وكلام كتير قوي اتقال على انها ارتبطت به. ازاي يقال ان ابراهيم باشا اللي هو كان المفتي بتاع الدولة العثمانية وهو صديق صدوق الى سليمان القانوني كان اشتراها وهي كانت اسرت وهي عندها 15 سنة. المهم خلينا في النتائج، سيبك انها يهودية ولا مسيحية لانها مش هتفرق هنا، ولكن النتائج هي اللي كانت الاهم.
الكلام اللي اتقال ان ابراهيم باشا اشتراها جارية واداها هدية الى سليمان القانوني، كلام اتقال ان امه هي اللي دبرت اللقاء ما بينه وما بينها وحملت منه، وكلام تاني ايضا اتقال ان هي كانت بتغني وصوتها كان حلو جدا فاعجب بيها وايضا اصبح الاختلاق. في كلا الحالتين سليمان القانوني بقى مفتون بروكسلانا، وروكسلانا اظهرت امام الناس اسلامها، فهل هي كانت مسلمة ولا لا؟ خلينا نرجع الى ايضا لما حضراتكم تفتكروا على سباتاي سافي او سباتاي سافي اللي كان في سنة 1648. انا بكلم حضرتك بعدها، وسليمان القانوني زوجته روكسلانا اعطت صلاحيات غير عادية لليهود. يكفي ان اقول لحضرتك تاريخيا ان في الفترة دي زاد عدد اليهود بشكل كبير، خاصة مع دخول اليهود الى الدولة العثمانية زاد عدد اليهود الى 320 عائلة في المقدس، زاد عدد اليهود من 20,000 نسمة الى 60,000 نسمة. طب عرفنا ازاي؟ لان حضراتكم في الدولة العثمانية كان دايما في العثمانيين كانوا بيعملوا عملية الاحصاء الى اهل الذمة. احنا عندنا من اهل الذمة دي علشان الجزية والضرائب اللي بيدفعوها، فبالتالي زاد توافد عدد اليهود مع وجود روكسلانا اللي دعمت ده كده كوم. وايضا قانون ملت، القانون اللي ادى احقيات كبيرة جدا الى اليهود، قانون ملت اللي خلى والعثمانيين اللي خلوا اليهود ان هم يتملكوا في الاراضي العثمانية. بل مش كده، اليهود لما كمان كان عندهم كنيس او اي مكان ديني يتبع الدولة العثمانية وعندنا في المقدس كان يديهم الاحقية ان هم يشتروا اي بيت محيط بالمكان الديني ده. مين اللي سبب وخلى الموضوع بالشكل الكبير ده؟ روكسلانا. فبقى روكسلانا يهودية أرثوذكسية مش نقطتنا، ده كله كوم. وأيضا بايزيد وسليم الثاني كوم تاني، عندكم بقى بايزيد وسليم هيروكسلانا هي اللي سببت إن سليمان القانوني يقتل إبراهيم باشا، وهي اللي سببت إن هو سليمان القانوني يقتل ابنه علشان خاطر بايزيد وسليم الثاني. وأيضا بايزيد اللي أعطى صلاحيات غير عادية إلى اليهود. وجينا عندنا في سنة 1648 لما ظهر سباتاي سافي يهود الدنمة اللي سبق واتكلمت مع حضراتكم، اليهودي اللي جه اللي هو أبوه كان بردخاي سافي وقته من أسبانيا مع محاكم التفتيش، وسباتاي سافي اللي اقتنع ان هو مسيا والمخلص، كانوا قدام الناس ان هم مسلمين وبيدعوا ان هم مسلمين ولكن كانوا من جواهم يهود. فضلنا على الحال ده لغاية ما ان اليهود كانوا من ضمن العوامل الأساسية اللي سببوا في انهيار الدولة العثمانية. يعني عندنا الاتحاد والترقي ومصطفى كمال أتاتورك وحزب تركيا الفتاة، مين اللي دعم الكلام ده؟ مؤسستين، اليهود والماسونيين. الماسون واليهود أكتر اتنين ساهموا في تحطيم وتدمير الدولة العثمانية، ولذلك ان هم لعبوا باكتر من شكل وباكتر من طريقة دعما الى الحركة التورانية اللي هي الحركة اللي بتدعم بشكل كبير العرق التركي دون عن اي حد. وعندنا امثلة كبيرة جدا من المؤرخين اليهود اللي كانوا بيكتبوا كتب علشان يعظموا من التتار ويعظموا من جنكيز خان ويعظموا من تيمور لينك وجنكيز خان نفسهم اللي قتلوا كتير جدا من المسلمين، كانوا بيلقوا شكل غير عادي عند الأتراك، لأن الحركة التورانية اللي هي بتدعي إن العرق التركي هو أحسن عرق، هما بيتكلموا بالطريقة دي ساهمت في تدمير الدولة العثمانية. وعلى مر العصور لما نيجي نشوف، أنا بس بحكي لحضراتكم باختصار شديد، هنلاقي إن اليهود تواجدهم في المقدس كان من أسباب وجوده الأساسية هي الدولة العثمانية. ما اقدرش اقول لحضرتك ان هو بشكل مباشر ان هم عملوا كده عن قصد، سواء عن قصد او عن غير قصد، نقول ان زي ما وعد بلفور والغرب والانجليز كان ليهم دور كبير جدا في تواجد اليهود في المقدس، فايضا الدولة العثمانية اللي ادتهم حقوق غير عادية ساهمت فيما يحدث النهاردة. حبيت ان انا اتناول مع حضراتكم بشكل بسيط وجود اليهود في الدولة العثمانية أو يهود تركيا.
بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. السلام عليكم.